خدها صاحبة خلق ودين، خدها اسأل عليها، اسأل عليها مرة واتنين وتلاتة، واستخير ربنا بقى، لأنها خلاص بقت مش بطيخة، ده بقت حديدة والله أعلم باللي جواها. إلا من يعلم علام الغيوب الله عز وجل، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هي الاستخارة كده، وكله بقى ونصيبه. يعني الأمر ده محتاج فعلا دعاء من ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج فعلا ان احنا نبقى حاطين نصب عيننا كده، ان ملناش خلاص في الدنيا في الوقت اللي احنا فيه في زمن الفتن ده الا ربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي ان ربنا كرم بقى المعلم، حد كلمه ومش عارفة ايه، وناس جابوا له شغله، وناس محامين يتبرعوا يدافع عن كل الكلام ده، يعني ماليش فيه. نهاية القصة انا ليا بالعبرة. العبرة لما تنتشر حاجة زي كده، البداية انك تحسن الاختيار، رقم اتنين تستخير، تستشير وتشوفها في مكانها. واعرف يعني انا اعرف حد لينا قرابة من الدرجة التانية، الكلام ده مثلا من 30 سنة فات، كنت احنا لسه في اعدادي مثلا، راح علشان قريب قرابة من الدرجة التانية، وراح عشان ياخد يخطب واحدة، وهو عنده وسواس الوسوسة من الحريم كلهم، راح عمل ايه؟ خلى صاحبه يتابعها، وخلى صاحبه مش عارفة يحاول يكلمها، وقعد يتابعها اكتر من شهرين، راحة جاية من شغلها ولا من دراستها، لحد لما استقر خلاص. افضل حاجة تحزها في الدنيا زوجة صالحة تعينك على امر الاخرة. يا رسول الله اي المال خير؟ لما نزلت آية الذين يكنزون الذهب والفضة، اي المال خير؟ فنتخذه، النبي عليه السلام قال لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وزوجة صالحة تقية مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. هو ده تعينك يا ابني على أمر الآخرة. خد بالأسباب، واستخير واستشير، ومرة واتنين وتلاتة تاخدها صالحة. لكن تاخدها نص كم بقى ونص لبة والكلام ده، ما هو ده ما يبقى أنت اللي اخترت. لايم نفسك لواحدة بتقولي ده عايز ويعملني ويقول لي البسي كذا وسوي كذا وهو واخدني كده. طب ما هو انت من البداية اختيارك كان غلط، وانت دورت على المظهر دون المطر. فاصفر بذات الدين تربت يداك، اصفر بذات الدين. لكن نيجي في السواد اللي احنا شايفينه ده، غلط يا جماعة، غلط. حاجة توجع القلب اكتر ما يقسم ويوجع القلب، انك تلاقي زوجة خاينة تخون وهي على ذمة راجل، وتشتم زوجها، يجيلك قلب تشتمي ابو عيالك مهما شيخها كان عامل فيك، تشتمي مع راجل غريب، وتمارس انو اللي هي ممارسة النت دي، ايه ايه ده الكلام اللي هو ده، ودي علاقة؟ يعني ممارسة النت دي ايه علاقة؟ يعني ولا علاقة ولا نيلة، ولا مبهدلين نفسهم ومعليين الهرمونات والاستثارة شغالة والشهوة، ولا أي نيل، ولا بيجي منها أي مردود.